الاستابيليتي، وبتحسن عندك برضه اذا عندك اوجاع، لانه ممكن الاوجاع اللي تكون موجوده بالقدم بالانكل او بالركبه. هذا التمرين انه احنا بالعاده ما بنعمل ولا باي طريقه، وبعملوه بس بتمارين الريهاب. يعني طيب اهلا وسهلا فيكم في يوم جديد. اليوم راح احكي عن تمارين انا بعملها مثلا لما بدي اعمل ديد ليفت يكون تقيل، مثلا زي ما هون بورجيك بالفيديو. في هاي الايام اللي انا بعمل فيها هيفي ليفتنج، مثلا ديد ليفت او سكوات او هاي، بعمل تمارين الاحماء تبعتي بتكون شوي مختلفه عن التمارين السريعه. ففي تمارين مخصصه بعملها اللي هي بتفتح الحوض، بنحمي فيها الرجلين، بشغل فيها عضلات الهامسترينج، بشغل فيها عضلات الجلوتس. فكلها هاي في تمارين بتشغل عضلات، وفي تمارين بتفتح وبتشغل اللور باك كمان. فهاي التمارين اللي رح نبدا فيها اول واحد رح يكون هذا التمرين اللي هو ماكينة اللي اسمها جي اتش دي. هلا شوف هذا التمرين، يعني لو بلشت فيه بس لحاله ما عملتش تمارين تانية معه، هذا لحاله كتير كتير كويس. بشغل عضلات الظهر السفلية، وبشغل عضلات الهامسترينج، وبشغل عضلات الجلوتس مزبوط. فبتحط بطنك على الجي اتش دي، بتمسك بالعكس. هلا هذا برضه بنعمل عليه تمرين الابس بالعادة، بس احنا رح نعمله اليوم بالعكس. فبتحط بطنك عليه، وبعدين بتشتغل بانك ترفع الرجلين على الاخر لفوق، وتحاول تخلي انه رجليك تخليهم مستقيمين على الاخر. فحاول انك تخلي التوز بوينتد، تخلي رجليك مستقيمين، وبتشد كل اشي on the top. هلا مش ضرورة تقعد مثلا نص ساعة وانت رافع حالك، بس انه لما تطلع فوق هيك بالفوق زي ما شايف، ثانيتين بتشد فيهم مزبوط وبتنزل. لو عملت لك جولتين او ثلاثة من هدول على هذا التمرين راح يشد لك العضلات ويشغلها مزبوط. هلا شوف هاي التمارين مش بس ايام الهيفي ليفتنج، اذا انت بدك تعملها بشكل عام مثلا قبل تمرين رجلين برضو بامكانك تعملها، كانك تشتغل فيها. التمرين الثاني انا بعمله بهاي الباند الصغيرة اللي هي اسمها بوتي باند. هلا هاي الباند حجمها ميديوم، في عنا السمول وفي الميديوم وفي اللارج. اللارج بتكون كتير كبيرة وبالعادة بتكون خفيفة. هاي الميديوم اللي هي قديش هي فيها ريزيستنس وقديش فيها قوة. فبتحط الباند حوالين ركبك بالضبط، من عند ركبك من فوق، وبتمشي على السايد. هذا التمرين اسمه لاترال شافل، بتمشي فيه على السايد من سايد لسايد. هلا البوينت اللي بدي تركز عليها انك تنزل شوي سكوات لتحت، تكون انت مرجع حالك لورا ومشغل عضلات الجلوتس، بدك تحس فيه في عضلة الجلوتس من فوق. والشغلة الثانية انه تكون القدم عندك مفتوحة لبرا، فحاول انك تمشي على القدم من السايد من برا. بعده دايركت بنفس الباند، بما انه احنا لابسينها بتنزل على الارض، بتعمل تمرين اللي هو الهيب ثراست، اللي هذا ممكن نعمل بوزن مثلا بتمرين الرجلين، البنات بيحبوه. بس هو هذا التمرين كتير كتير مهم، لانه هو مش بس للبنات، هو فعليا بشغل عضلات الجلوتس بطريقة ممتازة. بتحط الباند، تنزل على الارض، رجليك كتير قراب يكونوا على المؤخرة، وبترفع لفوق، بتشد بطنك. ركز على انه الواحد يشد بطنه ويرفع المؤخرة لفوق. بعدين ممكن نعمله على السايد من سايد لسايد، بس خلي جسمك كله رايح على السايد، وخلي ظهرك رايح على السايد عشان ما تشغل عضلات الظهر بدل ما تشغل عضلات الجلوتس. هلا هاي التمارين كلها لو عملت جولة واحدة في كل تمرين عادي، جولة او جولتين، ما بدك تقضي وقت كتير عليه، ما بدك تقضي وقت طويل عليه. احنا هون كله تمارين احماء. بما اني شغال وعمالي بعمل تمارين اللي هي هلا هاي التمارين بعتبرها اكتيفيشن وموبيليتي مش ستريتشنج. شو الفرق؟ فرق انه بالموبيليتي انا عمالي بشغل جوينتس وبحرك حركة دايناميك، والستريتشنج بيكون حركة ستاتيك انا بس بريح فيها. فانا بدي احرك الجوينتس، بدي افتح المفاصل، بدي اخلي المفاصل هيك فيها مرونة عشان التمارين اللي جاية. مثلا بدك تعمل ديب سكوات، بدك تنزل على الارض كتير، بدك تكون في عندك مرونة بالمفاصل، مثلا المفصل ومفصل القدم، بدك تكون في مرونة منيحة. هذا التمرين كويس لإله، تحط ستيب خفيفة، وممكن تعمله برضه بدون ستيب، ترجع لورا ولقدام، بس بدك تحافظ على انه القدم كاملة تضلها على الستيب. هون انا مورجيكم عشان ما نطول كتير بالفيديو، مورجيكم بس على رجل واحدة في كل تمرين، بس انت طبعا اكيد حتعملهم على الرجلتين. تنزل لك 10 مرات رايح راجع، وبعدين بتكبس
على ركبتك وبتضلك كابس قد ما بتقدر لقدام. من هيك بندخل على التمرين اللي بعده اللي هو اسمه بيجن ستريتش. هلا هذا ممكن تعمله ستريتش انت باخر التمرين وممكن تعمله انك تحرك فيه. فانا بحط رجلي تحت خصري او لقدام شوي وبنزل. شوفوا بالحركة انا مش ثابت، عمالي بتحرك، بحرك بالهبس شوي وبحاول انزل زيادة شوي عليها. هلا في هذا التمرين اللي بعده، هذا التمرين انا ليش بحبه؟ لانه هذا بفتح مفصل الحوض منيح. رجلك بتكون مستقيمة، طلع بدك تفتحها على الاخر، حط ايديك جنبك وحاول انها رجلك تكون بالضبط على استقامة ايدك. خصرك رح يتحرك معاك، هذا اشي كتير طبيعي. لو رجلك الثانية كانت مبنية شوي برضو مش مشكلة. هلا هذا التمرين شوي صعب، اذا عندك مشاكل في الظهر او مشاكل بالرقبة اكيد ما تعمله، بس هذا التمرين حلو لانه بحرك كل عضلات الظهر وبشد، يعني بحرك كل عضلات الظهر وبحرك السباين، بحرك العمود الفقري وبحرك الرجلين. اذا قدرت انك تنزل على الاخر انزل، اذا قدرت انك تمسك رجليك برضو بامكانك تمسك رجليك. اذا ما بتقدر تعمل التمرين كله من اساسه ما تعمله، مش هالقد مهم يعني هو، بس انا بحب اعمله بتمارين الاحماء هاي. بس زي ما شفت عدتين ثلاثة خمسة حتى هذا عليه بكفي. واللي بعده سايد لسايد بركبك، بتروح فيهم من السايد للسايد، بمكانك تعمله برضو دايركت بعد التمرين اللي قبله. وهون بنيجي على الكات كاو ستريتش. هلا كات كاو ستريتش هذا كتير مهم التمرين للسباين، للعمود الفقري. تحرك لفوق ولتحت، بتشد بطنك على الاخر لفوق وبتنزل بتفتح على الاخر لتحت، وبامكانك تعمله بحركه دائريه. بعدين منه بتمد ايديك لقدام وبترجع خصرك لورا على الاخر، وبتحاول انك تنزل تشغل مفاصل الكتف. بعديها نفس الطريقه رح نعمل كانك بدك تعمل بلانك، بس حاول تمشي لغايه ما توصل على اصابع رجليك، تميل حالك لقدام ولورا عشان تحرك مفصل الكتف وعشان تحرك عضلات الهامس. هذا التمرين اللي هو السكوات من السايد للسايد، مش ضروري تنزل فيه على الاخر، معظم الناس اصلا ما بتقدر تنزل فيه على الاخر، وانا بعمل لكم هون بورجيكم بس الطريقه السهله فيه. بس انت بتنزل حالك كانك سكوات واسع، وبس بتروح من السايد للسايد عشان تحرك مفصل الحوض. منه بتوقف على نفس الوقفة وبتنزل لتحت، تحاول انك توصل للارض قد ما بتقدر، برضو 10 مرات بترجع تطلع. هلا شوف في هذا التمرين اللي رح نعمله لا عضلة البطة، انا حاط لكم اياه هون بقرب لكم اياه. بنجيب كاتلبل، بتجيب كاتلبل خفيفة، ما تجيب كاتلبل تقيلة، بتحطها على القدم من فوق وبتمسك ركبتك وانت حاطط ركبتك يا على بنش يا على بوكس، شو اللي موجود عندك، شو اللي متوفر عندك بتجيبه. اذا ما عندك كاتلبل بامكانك تعمله بريزيستن باند، تربط ريزيستن باند بالارض وبتربطها في القدم من فوق. هلا بترفع لفوق وبتنزل لتحت، وبامكانك تعمل حركه دائريه. فكره هذا التمرين انه احنا بالعاده ما بنعمل ولا باي طريقة، وبيعملوه بس بتمارين الريهاب. يعني بالعادة لما انت واحد عنده اصابة بالركبة، هذا رح يخلي لك ركبتك من ركبة حديدية. فالناس اللي عندها اصابات بالركبة هذا من اول التمارين اللي بيعملوها. بس احنا ليش الواحد يستنى يصير عنده اصابة او يصير عنده اصابة من الاساس؟ ما احنا بامكاننا نعمل بريفنشن وانه ما الواحد يكون عنده اصابة. فبامكانك انك تعمله، لو عملته مرة بالاسبوع مرتين بالاسبوع مش مشكلة. ولو عندك إصابة بالركبة وركبتك بتوجعك، هذا التمرين كتير رح يفيدك، بس ما تحطش عليه وزن تقيل. يعني أهم إشي إنك ما تحط عليه وزن تقيل، خصوصا إذا أول مرة بتعمله. هلأ شكل التمرين كأنه الواحد قاعد بعمل الكاف ريزز اللي هو بيفتح وبسكر عضلة البطة، ولكن هذا التمرين عماله بتحرك كليا بالعكس، وعمالها بتتحرك الرجل والقدم بطريقة عكسية مش بطريقة تحريك البطة، وشكلا بتبين قريب عليه بس هو مش نفسه. بعديها ترفع رجلك على اي اشي عالي، بامكانك ترفعها على بوكس حسب انت وين الموبيليتي عندك تسمح لك. ترفع رجلك على اشي عالي، انا مثلا هون رافعها على التريدميل، وبتحرك خصرك يمين وشمال. شوف نيجي للتمرين الاخير. التمرين الاخير هذا برضو كتير مهم. في ناس كتير من لبس البوت او الشوز عنده بشكل عام، او لبس الهاي هيلز او هاي، بتكون عضلات القدم كلها كتير ميبسة وكتير شادة. فاللي احنا بدنا نعمله انه بدنا نفتح عضلات القدم، بدنا نفكفكها، فهذا يعتبر كانك قاعد بتعمل ديب تشو مساج، او عمالك تعمل مساج للقدم من تحت. القدم من تحت فيها عضلات كتير، واول ما تعمل التمرين راح تلاقيه موجع اذا انت اول مره بتعمله بحياتك. هلا بتحط البار، بتدعس عليه برجلك
وحاول انك تدعس عليه من كل الاماكن. يعني بدك توصل عند القدم من عند الهيل من ورا، وبدك توصل لاخر اشي للاصابع، وبدك تمشي على الجنب من كل الجناب، وبدك تشد. هلا كل ما حطيت بريشر اكتر، كل ما حطيت ضغط اكتر على القدم، راح تلاقي انه ممكن هيك زي البابل فويل، بتلاقي انه قدمك عمالها بتتفكك، وراح تكون موجعة بالاول، بس هاي راح تريحك كتير، راح يصير في عندك اكتر تحكم في اصابع رجليك وقدمك على الارض. لما انت عمالك تعمل سكوات بامكانك تصير في عندك جريب، بامكانك تصير تمسك، فبتحسن كتير الاستابيليتي، وبتحسن عندك برضو اذا عندك اوجاع، لانه ممكن الاوجاع اللي تكون موجودة بالقدم بالانكل او بالركبة تكون جاية من عضلات القدم من تحت. وهيك من هذا التمرين بتخلص السيكونس كله، ممكن ياخد معك ما يقارب 10 دقائق، بس انت هيك بتكون جاهز انك تدخل على تمرينك وتبلش تعمل هيفي ليفتنج. اذا بتحب تعمل ديد ليفت، او اذا بتحب تعمل سكوات، او اذا بتحب تعمل هاي التمارين عشان تفكفك الحوض ويصير عندك موبيليتي احسن، او تعمله قبل ما تركض، او تعمله قبل تمرين رجلين، اللي بريحك. شكرا كتير انك تابعت الفيديو.